أوروسكوب مع داليا. صباح الخير مستمعينا، وإن شاء الله كل أيامكم فرح وسعادة. بيقول المثل الفرنسي عندما تغضب النعجة تصبح أكثر شراسة من الذئب، يعني ببساطة الغضب شر بحول الحمل الوديع لوحش مفترس. على أمل الغضب يكون ويبقى بعيد عن كل اللي متابعينا، ننتقل هلأ للأبراج، والبداية مع برج الحمل. تدعمك الأفليك وبتتخذ قرارات مهمة تتعلق بسفر أو عمل جديد. المطلوب منك الانتباه للتفاصيل، تتسهل أمامك الطريق إذا كنت عازب، حيث أنك بتلتقي بنصفك الآخر، ففتح عينيك وقلبك. برج الثور بشكل اليوم مسرح للأخبار الحلوة، المفاجآت واللقاءات المثمرة على الصعيد المهني. Be patient. بيلعب الأصدقاء دور قوي بمشوار بتترافقوا فيه سويا، وبتشعر بالفرح والسعادة. برج الجوزاء بتمارس أعمالك بدبلوماسية ومهارة، وبتكون رؤيتك للأمور ممتازة. تتسلط الأضواء على قضايا مالية مع الشريك، حيث بتقوم بشرح المثل القائل على قد بساطك مد إجريك. برج السرطان عم بتخطط لمشروع جديد أو شراكة مع أحد المعارف. بينصحك الفلك بدراسة العوامل الاقتصادية والقانونية قبل خوض أي خطوة. تتحرك الكواكب بطريقة بتبشر مواليد برج السرطان بعلاقة جدية بتأدي للخطبة، الزواج، أو حتى ولادة طفل قريبا. ألف مبروك سلف. برج الأسد ما تعرض جهودك للفشل لمجرد شعورك بالضجر والتعب، حاول المثابرة، فالوقت حان لحصد ثمرة جهودك. تسمع بخبر أو مفاجأة بتسر قلبك وبتخليك تتعلق أكتر وأكتر بالشريك. حافظ على هالأوقات الحلوة وما تخليها تضيع عليك. برج العذراء أنت فخور بنفسك وبالأمور اللي أنجزتها، وأكيد أنك عم تقدر تثبت وجهة نظرك وإمكانياتك. غيم رمادية فوق راسك، إيه ولا يهمك، ما إلك إلا كب الهم والغم ورا ظهرك، وتقوم بالتحضير لسهرة رومانسية بتطير النوم من العيون وبترجع للقلوب نارة. برج الميزان بتحقق العديد من الطموحات الصعبة والمهمة، وبيكون اليوم مناسب لتسديد الأهداف الواحد تلو الآخر، شرط التحلي بالصبر وطولة البال. أما على الصعيد العاطفي، ما تفتش عن المشاكل مع الأحبة، بل اتبع المثل اللي بيقول بعد عن الشر وغني له. تتعاطف مع مواليد برج الجوزاء والعقرب. برج العقرب تتبدل الأجواء وأخيرا، وبتعيش مصالحات مع محيطك المهني، بتخوض مجالات جديدة وبتحضر لأفكار بناءة جدا. أنت والشريك سمنة على العسل، الأمر اللي عم بيخليك مقبل على الدنيا وأنت فرح ومبتسم، ولكن انتبه من صيبة العين. برج القوس بتوقع صفقة مالية بتدر عليك ربح كبير، ما تضيع الفرص المهمة اللي عم بتدق على بيبك. تبدو الفترة مميزة للقيام ببعض النشاطات مع الشريك بعيد عن شبح المشاغل والأعمال، فأنت والحبيب بحاجة للراحة والعيش أسبوع عسل جديد. برج الجدي بتمارس قدرة وقوة على الإقناع، وبتستقطب الأمور اللي بتريدها من هالفترة. ببساطة ما عليك إلا التفكير بالأمور الإيجابية لتجذبها من الكون. غيم رمادية مسيطرة على قلبك، والسبب مشكلة مع الشريك نتيجة إهمالك إله. يا عزيز عليك بالإنصاف بين حياتك العملية وحياتك العاطفية. برج الدلو إلك فترة عم تشعر بأنك محظوظ وأنه أمنياتك عم تتحقق، ولكن الحقيقة أنك بدلت طريقة تفكيرك وطردت الأفكار السوداء عن راسك. شو رأيك بالنتيجة؟ دق على الخشب وحط خرز زرقة، فأنت والشريك موجودين على كوكب الحب والغزل. عيش هاللحظات بقلبك وعقلك وما تخليها تضيع عليك. برج الحوت أعمالك عم تتطور ونجاحاتك عم بتزيد، والعيون والأضواء كل عليك. تشعر بثقة وعز بالنفس، نجاحاتك المهنية عم بتأثر على علاقاتك العائلية، وكأنك بدأت تشعر بأنك بغنى عن العائلة وجرحك إلهم ما بقى إله ثمن. انتبه من العواقب. مع برج الحوت بنكون وصلنا لختم فقرتنا سوا لليوم. أنا بدي أتمنى لكم نهار كتير مميز وكتير سعيد، على أمل أني لاقيكم بكرة بتمام الساعة 9، فكونوا على الموعد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.